بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الأطيبين الأطهرين. سلام من الله عليكم أحبة المشاهدين ورحمته وبركاته، من قناة الإمام الحسين الفضائية ومع برنامج قرة الأعين. نستضيف في هذه الحلقة من برنامجنا سماحة الشيخ عباس المؤمن حفظه الله، وكما كنا في السابق الحلقات السابقة تكلمنا عن الطفل وتربية الأطفال بين الحاضر والماضي. دعونا نشاهد معا عن تربية الطفل وما دور الأم في التربية. السلام عليكم سماحة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. عظم الله لك الأجر شيخنا. عظم الله لنا ولكم الأجر، تقبل الله أعمالكم. الله يسلمكم. شيخنا، ما هو دور الأم بتربية الطفل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في الواقع الأم تشكل الدور الأكبر في تربية ونمو وإيجاد الإنسان بصورة عامة، لا سيما الطفل. ولذلك نجد سجايا الأم واضحة على الطفل، تارة هذه السجايا على جوارحه في رسومات الوجه، في قالب البدن، وتارة الأطباع. ولذلك يقال أنه عندما يلتقم هذا الطفل ثدي الأم يأخذ كل ما عندها من مخزون ومن موروث، لا سيما الحنان والرأفة والعطف. فالأم لها دور، ولذلك أهل البيت سلام الله عليهم وضعوا قواعدا في غذاء الحامل. حتى هناك روايات من أهل البيت سلام الله عليهم نصت إلى حركات الحامل، يعني كيف تأكل، كيف تنام، كيف تتلقى، كيف تسمع، كيف تقوم، كيف تصلي، كيف تعبد. وهذا كله من أجل تحفيز هذا الجنين لإظهار في الرحم، نعم، لإظهار هذا الجنين إلى أرض الواقع أو إلى الحياة الدنيا. وهناك روايات نصت على عملية الإرضاع، وحتى هناك تكاليف شرعية خاصة للأم في أيام النفاس مثلا، كيف تتعامل مع هذا الرضيع. الإمام الرضا سلام الله عليه مثلا يوصي الأمهات في اللحظة الأولى في الولادة أن تحنو على ولدها وتسكن، حتى يسكن إليها، حتى يتطبع على هذا البدن. في بعض الروايات الأئمة سلام الله عليهم يقولون يكره أن يدخل على النفساء. الأحكام الشرعية حرام أن تصلي مثلا، لا تصوم. فإذا هي دورة الله سبحانه وتعالى وضعها من أحسنتم من أجل إيجاد الجو الملائم لهذا المولود، لأنه سوف يأتي إلى عالم متغير تماما عما كان هو فيه في داخل. ولذلك هناك نقطة يؤكد عليها الطب ويؤكد عليها الشارع في أول لحظات للمولود، وهي البكاء. البكاء أول شيء يقوم به الإنسان في عالم الدنيا هو البكاء. وآخر شيء يسمعه الإنسان عندما يخرج من الدنيا البكاء. لذلك الأطباء يقولون الطفل إذا لم يبكي، الطفل الوليد في لحظة الولادة إذا لم يبكي يعاني من نقص في بدنه، حتى يصنعون بعض القضايا حتى يبكي، يضربونه يحركونه حتى يبكي. وكل ما يبكي كثيرا كل ما تنمو خلاياه. شكله بس بالمناسبة خلينا نشوف، يعني من يبكي الطفل لأنه تغير عدة الأجواء البكاء، ولا لو طبيعة فيزيولوجية، طبيعة غريزية البكاء؟ لا، كأنها يعني كأن مرحلة البكاء اللبنة الأولى والقاعدة التي يرتكز عليها الإنسان في هذا العالم. حتى القرآن يشير إلى أنه فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا في مضمون بعض الآيات. وآخر شيء عندنا الآن من أحكام المحتضر يكره الضحك عند المحتضر،
بعضهم يحرم، مستحب الكلام بكلام الآخر، مكروه الكلام بكلام الدنيا مثلا، يستحب قراءة بعض الأدعية بطريقة حزينة وإن كان هذا المحتضر شيخ، نعم، وإن كان المحتضر مشرف على الموت بطريقة طبيعية، يعني مو شاب ولا مقتول ولا كذا، لا محتضر طبيعي، رجل كبير يريد أن يخرج من الدنيا. فاللبنة الأولى، الآن أثبت الطب وأثبت العلم الحديث أن من خلال البكاء تنمو قابليات الإنسان النفسية للطفل، نعم، ولذلك تجد عند أهل البيت سلام الله عليهم تركيز على البكاء، لا سيما البكاء على الحسين، البكاء على الحسين يعطي للإنسان طاقة نفسية، ولذلك الآن تجد الإنسان الذي وضع قضية الحسين في قلبه لا يصل إلى حد الجريمة البشعة، الإنسان الذي أخرج الإمام الحسين من قلبه يقتل ويصلب ويعتدي ويقتل بطريقة بشعة. فهذا دور الأم، دور الأم هنا يأتي هو ملائمة جو البكاء وملائمة جو الرضاعة وملائمة جو الطعام، تناول الطعام، لا سيما الشارع المقدس أكد في قضية إطعام الحامل حتى يتكون من هذا الطعام هذا الجنين، وإطعام المرضع. لو كانت هناك شبهة ممكن أن تأتي بأثر سلبي على هذا الرضيع. شيخنا الطعام بالنسبة سجلت الطعام قرأت قبل كم يوم يعني السفرجل شنو تأثيره على الحوامل؟ يعني السفرجل يؤكل يعني في بعض الروايات أو التمر، والتمر التمر كأنه يسهل عملية الولادة، التمر ويبني عظام الجنين في رحم أمه. بلي. ولكن السفرجل يقال على أنه يطبع أخلاق الإنسان، كأنه يفيد الإنسان في قضية الذكاء، ذكاء في قضية تنمية طاقاته النفسية. ولكن هذا كله طبعا يعتمد على ماذا؟ على ثقافة الأم. الأم إذا كانت مسلمة ومؤمنة ومثقفة بالثقافة الدينية الإسلامية تنجب إنسانا سويا تحافظ عليه. فللأم دور كبير في صناعة وبناء الطفل. دور الأب، للأب دور القواعد. القاعدة الأولى هي إيجاد الجنين. بلي. يجب على الأب، لذلك الله سبحانه وتعالى حرم السرقة مثلا. بلي. هذه المحرمات يقال أنها وضعها الله سبحانه وتعالى الحرام والحلال نظرا للمفاسد والمصالح. بلي. القاعدة الأولى هي إيجاد الجنين. إيجاد الجنين عن طريق عملية النكاح الله أوكلها للرجل من خلال ماء الرجل. بلي. ماء الرجل ينمو في بدن الإنسان من خلال ما يتناوله من أطعمة. إذا كانت هناك شبهة في هذا الطعام أو كان شيء محرما يصب في إنسان يكون عنده جزءا محرما أو يكون أقرب إلى الحرمة. الآن لعلك تجد بعض التصرفات مثلا على نحو المثال عند بعض الناس يستغرب منها المتدين، يعني تجد إنسان يسعى إلى الحرام والعياذ بالله جاهدا في وجود الحلال. بلي. تجد بعض الناس هناك رغبة في داخل الحرام كما أن هناك بعض الناس عندهم رغبة في داخله للحلال. صح. هذا يعتمد على القاعدة الأولى التي بني عليها الإنسان. صح. في رحم أمه. هذا دور الأب. بلي. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية نفس القضية في قضية الطعام والحلال والحرام في المأكل والمشرب بالنسبة للأم أيضا يؤثر. تأثيرات الجينيات شنو سيد؟ التأثيرات الجينية فيها حديث طويل. بلي. ولكن أنا أختصره بدقيقة واحدة. الموروثات. بلي. الموروثات الجينية للإنسان ستارة نتكلم في القواعد الطبية. بلي. القواعد العلمية والطبية، يعني مثلا أقوى قانون للوراثة قانون مندل. بلي. مندل بالوراثة يقول أن الإنسان ممكن أن يحمل جينيات بين وبين جدة مسافة 10,000 سنة. بلي. هذا يقره يعني النظرية الإسلامية، ولكن ليس بهذه الطريقة. النبي صلى الله عليه وآله يقول تزوجوا واختاروا وأحسنوا الاختيار. بلي. لماذا؟ لأن العرق دساس. بلي. الفات النظر لمن؟ إلى هذه القاعدة الوراثية.
الجينيات تنتقل من إنسان إلى إنسان بلا موت بحياة متكاملة. ولكن يؤثر عليها العامل النفسي أولا والغذاء البدني. فالجينيات ممكن أن تتأثر بعملية التلقيح. وهنا الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه يضع نظرية يعني لصناعة الإنسان دعني أسميها في رحم أمه عجيبة وغريبة. يأتي إعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله ويسأله يقول له يا رسول الله كيف يخرج الوليد على أخواله وكيف يخرج على أعمامه؟ يعني شايف هذا الشبه اللي يصير من جهة الآباء أو من جهة الأمهات؟ قال يجيبك ولدي هذا. وكان عمر الإمام الحسن سلام الله عليه في بعض الروايات سنتين. قال أيها الإعرابي إذا بنى الرجل على المرأة، إذا بنى الرجل على المرأة يعني ساعة النكاح، وكان في أعصاب باردة، يعني كان على هدوء باعتبار هي هاي القضية إلها أحكام شرعية وإلها قضايا ذوقية وإلها قضايا عرفية، إذا كان بأعصاب باردة فيخرج الوليد على أعمامه، وإذا كان بأعصاب هائجة أو حارة يخرج الوليد على أخواله. الظاهر والله العالم أن الإمام الحسن سلام الله عليه يريد أن يقول أن الجينيات بالأعصاب الحارة تتحفز وتأخذ من جينيات الأم. يعني الظاهر الخوار. الظاهر بالنظرية العلمية. فالجينيات لها تأثير. ولذلك عندنا أحكام شرعية في عملية البناء، في عملية النكاح يعني. أحكام شرعية تصل بعضها إلى الحرمة. زوج وزوجة ولكن تصل إلى الحرمة. مثلاً. يعني مثلاً نكاح ذوات الدم. أيام الدم مثلاً. تصل مثلا احيانا البعض يقول مكروه تحت يعني تحت الشجره المثمره، مكروه عاري، مكروه باستقبال او استدبار القبله، البعض في هذا الجانب يحرم. نعم بعض الفقهاء المشهور اكراه الكراهه، ولكن البعض يحرم. انا وجدت البعض يحرم ويستدل بدليل اظهار العوره، باعتبار عندنا ادله في غير مكان تقول إظهار العورة، كشف العورة باستقبال القبلة أو إدبارها حرام، فهذا يستدل بإظهار العورة. وهذا على تنمو الطفل؟ نعم شيخنا. في وصايا الرسول إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، وجمعه الطبرسي رحمة الله عليه في كتاب وأسماه وصايا الرسول لزوج البتول، يا علي إياك أن تنكح المرأة وتتكلم لئلا يخرج الوليد أخرس، يا علي إياك أن تنكح المرأة في أول الليل لئلا يخرج الوليد عشار الذي يجمع الضريبة في هذه الأيام، يكون ظالما، يكون من أعوان الظالم. يا علي إياك مثلا وأن تنظر إلى العورة. طبعا هذا محمول فقها، محمول على الكراهة، على الكراهة لا على الحرمة. ولكن النبي صلى الله عليه وآله يتكلم بلحاظ وضع الأثر. وضع الأثر يعني نعم هناك أثر وضعي يكون على الرجل بنظرية الإمام الحسن سلام الله عليه أثناء عملية النكاح. فممكن للأب وللأم أن يشكلا الدور النهائي والرئيسي في إيجاد هذا المولود. ولذلك العرب قالوا هذا الشبل من ذاك الأسد. ولذلك تجد في حجج الله، في كل حجج الله من الأنبياء سلام الله عليهم والأئمة، ما تجد عندهم وليدا لا يشبههم. الكل لا يشبههم بالسجايا، بلى، لا يشبههم بالشكل، لا يشبههم يعني بالأطباع، بلى. حتى ما يقال في الآيات القرآنية، لعل السامع يشكل على هذا الكلام، ما يقال في قضية ابن نوح، بلى، القرآن نفاه من الأبوية، قال إنه ليس بابنك. والإمام الصادق يقول نعم هو ليس بابنه، هو ابن زوجته. كأن نوح تزوج امرأة وكان عندها ولد. كأنه مو ابنه. نعم القرآن يصرح أنه ليس ابنك بتصريح صريح، يعني ليس ابنك بمعنى المجازي، أنه يعني عمل غير صالح. عمل غير صالح. نعم يعني هو المجازي شيخنا. ونوح سلام الله عليه أشرف على تربيته. أشرف على تربيته، هو المربي والد كما يقال في الروايات. يعني المربي أب طبعا. ولكن مع هذا إن لم نعتبره نوادر، فالأشهر والأكثر
أن كل حجج الله وكل العظماء عظماء الأرض وهم أهل البيت سلام الله عليهم لا تجد عندهم ابنا لا يشبههم في أغلب التصرفات. لماذا؟ لأنهم يضعون الوليد في أوقاته وفي مكانه. يروى عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان يسدل الستار على داره عندما يبني على زوجته، وكان ينوم يعني يجعل الأطفال في وضع نوم ولا أحد يعلم به أبدا. شيخنا، بما أنه الإسلام اللي حلل الوراثة الأموال بما أنه يأخذ من الأب الشكل والجسم والأعين، لهذا الكلام اللي حلل الله سبحانه وتعالى إرث الوالدين؟ قضية الموروثات بها أموال، فيها جنبة ثانية، فيها جنبة الاستفادة وجنبة الاستثمار وجنبة التعويض. فيها جنبة التعويض. الإنسان عندما يفقد أب أو يفقد أم أو يفقد أخ اللي يسمونه الطبقة الأولى بالوراثة، لعلها جنبة تعويضية، ولعلها حتى لا تهتك العلقة، حتى تبقى علقة بين الولد وبين الأب، بين الأم وبين ابنها. هذا فرد جانب. أما الموروث نعم ممكن أن يكون، ممكن أن يكون للوراثة دور في كل شيء. شيخنا، البيئة مثلا، أنا هذا سؤالي، لو هسه مثلا بالأطباء شخص تربى أو انولد في منطقة شرق الأوسط وتربى أو انولد في أوروبا، شلون تكون أطباء؟ نفس الأطباء نفس الشكل، لأن الغذاء يتغير عليه طبعا، من أمة إلى أمة، من مكان إلى مكان، من جو إلى جو. بعض التضاريس الأرضية على الأرض، يعني النهر والبستان والجبل، تفيض على المولود، تفيض على، تؤثر على المولود، تفيض على أطباعه أم لا؟ تفيض على أطباعه. يعني مثلا الآن تجد الإنسان عندما يولد في المناطق الجبلية تجد عنده حيوية، صح، عنده حيوية كثيرة. يعني تجد الإنسان الذي يولد في الصحراء تجد عنده حرارة كثيرة مثلا، صح. تجد الإنسان الذي يولد بين الأحراش والأشجار كذا، طبيعته تختلف. طبعا الطبيعة لها دور والأجواء لها دور، ووضع النطف في الأرحام، لذلك قلنا أنه في أيام وضع النطف في الأرحام هناك مكروهة، هناك محرمة، هناك عليها يعني عليها إشكال. في عائلة من العوائل اللي جاءت في الإسلام، تاريخها في الإسلام، أولغت في دماء أهل البيت، عائلة الأشعث، عائلة الأشعث ابن قيس أو قيس ابن الأشعث على اختلاف الروايات، يعني عائلة الأشعث، يعني الأشعث اشترك في قتل رسول الله وعلي وفاطمة، محمد ابن الأشعث اشترك في قتل الحسين وفي قتل مسلم وداس جسد الحسين في كربلاء، جعدة بنت الأشعث قتلت الإمام الحسن. لماذا؟ لأنهم يقال العائلة كلها، نعم، لأنهم أولاد الزنا، أولاد الزنا، نعم. في التحقيقات الدقيقة الأخيرة ما وجدوا ابن حلال اشترك، ممارس اشترك في قتل حجة من حجج الله، من آدم إلى الإمام العسكري. يعني حتى جعدة بنت الأشعث، نعم، التي قتلت سامي، نعم، في قتل الإمام الحسن، هي، نعم، كانت بنت زنا، نعم، ومحمد بن الأشعث هذا ليس في أهل البيت فقط، في أهل البيت هذا مصرح به. عمر بن سعد عندما اشترك في قتل أهل البيت، الإمام علي بن أبي طالب لم يقول لأبيه هذا ابنك، يوجد في بيتك سخل يقتل ولدي، ما قال له ابنك أبدا. الثمانين ألف الذين جاءوا لقتال الحسين بتفاصيل الثمان ألف، لا فقط القادة، القادة أثبت قبل آلاف السنين، أثبت أنه هؤلاء العشر اللي داسوا على صدر الحسين، لا حتى الثمانين ألف الذي كلهم اشتركوا. ولذلك منهم عدد تسعة إلى عشرة، البعض يقول تسعة عشر، تحولوا من معسكر عمر بن سعد إلى معسكر الحسين سلام الله عليه، ونصروا الحسين كالحر وأصحابه. ماذا قال عنهم المعصوم؟ ألفت النظر إلى طهارة المولد، قال صدقت أمك عندما سمتك حرة. أحسنتم، هناك ألفات نظر إلى ماذا؟ إلى النطفة الحرة. عندنا وارد في روايتنا أن بولايتكم طهرنا الله، طهرنا الإمام الصادق عندما يقول إن الله ينظر إلى الواقفين عند الحسين قبل أن ينظر الواقفين في عرفة. لماذا؟ الإمام يعلم، يقول لأن الواقفين عند الحسين كلهم أبناء حلال، أما الواقفون في عرفة
ممكن أن يكون بينهم ابن حلال وغير ابن حلال. لماذا؟ وحري على الله أن ينظر إلى أبناء الحلال أولا، لأن الله طاهر. أحسنتم شيخنا. إذا ممكن نأخذ احنا فاصل أحبة المشاهدين، فاصل ونواصل معكم، كونوا معنا. أحبة المشاهدين متواصلين معكم، سلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا احنا قبل الفاصل كنا نتكلم عن الطبايع الطفل من الوالدين، وذكرت الحر، سميت أمك حرا لأن النطفة كانت نعم الطاهرة، النطفة لها دور، وثمانين ألف النطفة كانوا نعم اللي احنا نعم نقولها زبالة. في أيام الإمام العسكري سلام الله عليه، واحد كان قريب من الإمام من الشيعة، أقنعوه بطريقة وبأخرى بن العباس أن يقتل الإمام العسكري. بلي. فكان كل ما يتقدم إلى دار الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه ويجر السيفة يمنعه شيء في داخله، لا يستطيع، يرجع يجرد السيف، يأتي إلى باب الإمام لا يستطيع، لا يمنعه مانع ظاهري، يمنعه مانع في نفسه في داخله. فخرج إليه الإمام سلام الله عليه وقال إنك لا تستطيع أن تفعل لأن أمك لم تفعلها. قال يا ابن رسول الله وما الخبر، يعني مضمون الرواية. قال له اذهب إلى أمك واستخبرها. ذهب إلى أمه، امتنع، جرد عليها سيف في قضية طويلة يعني. محل الشاهد، قالت نعم أنا طلبت ما تطلب النساء من الرجال في أحد الأيام وأبوك كان في سفر، فكل ما أقدم على 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 الجار كي أقوم بهذه يمنعني شيء، فأقسمت على الله بولاية علي بن أبي طالب. الله. ألا أقع في مواطن الزنا. فثار الغبار وإذا به أبوك وانتهت القضية، فأنت ابن حلال، وفعلا صدق العسكري لأنك أنت ابن حلال. الحمد لله رب العالمين. شخصيات كربلاء الذين كانوا يقاتلون الحسين لعنة الله عليهم، كان الحسين يكنيهم بأسمائهم، يا ابن المعزة، يا ابن راعية المعزة، يا ابن الزرقاء، يا ابن البوالة على عقبيها. كان الإمام الحسين يلفت النظر، يلفت النظر إلى أن هؤلاء أبناء زنا والعياذ بالله. فلهذا قال الرسول ولذلك نحن قلنا الذين جاءوا، حتى الذين جاءوا من معسكر يعني من معسكر الظلام والشرك، معسكر عمر بن سعد، إلى معسكر الإمام الحسين، الحر أشر عليه الإمام الحسين، صدقت أمك حين سمتك حرا فأنت حر في الدنيا وسعيد في الآخر. أحد الغفاريان من الأصحاب، أخوة من بني غفار أو النصاريان الأنصاريان، جاء قال لهم الحسين رحم الله أباكم فقد كان منا، يعني من شيعتنا. ف يعني وضع الجنين ممكن أن يقرر حياته الأبدية. لذلك في القرآن تجد كل المحرمات فيها نهي إلا الزنا، فيه نهي عن مقدمات الزنا، مقدمات الزنا. الوحيد الزنا، يقول القرآن ولا تقربوا الزنا. القرب من الزنا لماذا؟ لأنه يوجد إنسانا قد يصل والعياذ بالله إلى قتل حجة الله. والآن أغلب المشاكل والظلمات والجرائم التي سالت فيها الدماء البريئة تجدها يقودونها أبناء زنا أو تعود إلى أبناء الزوان، والتاريخ مليء بالحوادث. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا ابن زنا أو شقي. نعم فعلا. فهؤلاء كانوا هي. فإذن دور الأم ودور الأب في إيجاد هذا الإنسان إلى الدنيا يبدأ من القواعد، من الطعام، من الشراب، من العلاج، من النكاح، من وجود هذا النطفة في الرحم، يبدأ حتى ينتج هذا الإنسان. شيخنا احنا الأسئلة الأدنى، هل وصل المجتمع الإسلامي إلى تربية الطفل؟ في الحقيقة كلمة الإسلام يعني
يجب أن نفرق أولا نفرق بين الإسلام وبين المسلمين. مسلمين. الإسلام ما عليه شائبة. بلى. ولكن المشكلة العظمى وقعت في المسلمين. بلى. ولذلك ما عندنا في القرآن نداء ينادي المسلمين أو ينادي المسلمون. ما عندنا آية تقول يا أيها الذين أسلموا أو يا أيها المسلمون، ما عندنا. بلي. عندنا النداء الأكبر، أكبر شريحة خاطبها الله في القرآن هم المؤمنون. بلي. والمؤمنون الإيمان هو أمين المؤمنين، لأنه بصريح بلي. العبارة كما يروي البخاري وغيره في صحاح المسلمين أن النبي صلى الله عليه وآله يعني لسان من لا ينطق عن الهوى قال برز الإيمان كله إلى الشرك أمام كله الشرك. فمن عندما نقول مؤمنين يعني شيعة يعني مؤمنين بولاية علي بن أبي طالب سلام الله عليه. فهؤلاء يعني هؤلاء المسلمون، المسلم من يشهد الشهادتين ويأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا ولا يبالي إلى مستقبل الآخرة، وكما يقال لا يسعى إلى الحق كما ينبغي أن يسعى إليه. هو يسعى إلى الحق ولكن لا كما ينبغي. الأمة الإسلامية لم تنجح في تربية الأطفال. كيف؟ لأنها أساساً هناك يعني هناك في قواعد الأمة الإسلامية شلل، هناك عوق وهناك إمالة وهناك انحراف عن الحق. بلي. إذا كانت القواعد منحرفة فالنتائج تكون منحرفة، ولكن أتباع أهل البيت والفضل يعود لأهل البيت. لا. أهل البيت مولانا عندهم برنامج تربوي ويلفتون النظر إلى الأطفال شديد وعجيب وغريب. الأئمة سلام الله عليهم كأنك لا تجد في حياة واحد منهم طفلا واحدا، كانوا عندهم الأطفال كثير بلي. وكانوا يعتنون عناية خاصة بالطفل من حيث اسمه، من حيث الشكل، من حيث الموروثات، من حيث الثقافات. أهل البيت سلام الله عليهم وهم صغار، مثلا الحسن والحسين بلي. صغار الشكل وهم صغار، عندما كانوا أطفالا ويلعبون كل أصحابهم أصبحوا من الصحاب الأجلاء اللي كانوا في الذين مع صحبة نعم الذين الأسم. كانوا يا أما استشهدوا مع أمير المؤمنين في صفين، يا أما استشهدوا مع الحسن، يا أما استشهدوا مع الحسين سلام الله عليه. بلي. كجابر مثلا، جابر يقولون كان صبي يعني مثلا، لأن أباه استشهد ورباه النبي صلى الله عليه وآله مثلا. شيخنا يلتفت نظر، يعني أنا كم يوم هم دا أسمع وبأكثر الناس العوام يقولون أن عمر بن سعد كان في صحبة الحسين، يعني هم كان أطفال. هاي صحيحة الرواية؟ حتى لو تكون صحيحة من باب الجغرافيا، من باب المنطقة السكنية يعني بلي. يعني كان كأنه من أهل المدينة. أنتم تعلمون أن سعد بن أبي وقاص ينتمي إلى قبيلة زهرة بن النجار بلي. وهؤلاء يعتبرون أخوال النبي لأنهم صح. حليمة السعدية رضوان الله عليها بلي. منهم، فهو من هذه القبيلة. وهذا الرجل سعد بن أبي وقاص كان مقربا شيئا ما إلى النبي بلي. وعند مواقف يعني ما أقول دفاعية ولكنها محايدة في فترة خصومة معاوية والإمام علي سلام الله بلي. عليه، فلعلها في هذه الأيام كان في المدينة وكان مقاربا لعله لعمر الإمام الحسين سلام الله عليه. ناهيك عن هناك قرابة بينه وبين الإمام الحسين، يعني ليلى أم علي الأكبر أختها أم عمر بن سعد، لذلك دعا عليه الإمام الحسين وقال قطع الله رحمك كما قطعت رحمي كما يروى في المرويات، ولكنه من حواريين الحسين بلي. من الذين كانوا يلعبون مع الحسين بلي. ووثقهم رسول الله صلى الله عليه وآله مكان. وهناك قصة لطيفة بلي. عن أحد الأطفال في أيام أمير المؤمنين، كان صبيا فتيا يعني ليس طفلا صغيرا، الأصبغ ابن نباتة أو ابن بلي. نباتة رضوان بلي. الله عليه كاتب عند أمير المؤمنين، هاي حكومة أمير المؤمنين بلي. ومملكة أمير المؤمنين وخلافة أمير المؤمنين ورئاسة أمير المؤمنين فيها موظف واحد فهو أصبغ بن نبات. يعني الآن لا تجد حكومة أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يحكم 98% من العالم على هذه الخريطة. هذه الخريطة كان يحكم أكثر من 50 دولة. الآن بعض هذه الدول 4-5 دول أصبحت بلي. كم
مكان الرئاسة عنده من السكرتارية من الجيش من الحماية لا تجد إلا واحدا، الأصبغ ابن نبات. الأصبغ ابن نبات رضوان الله عليه أو ابن نباتة بالضم، دعا أمير المؤمنين على وجبة طعام في أحد الأيام كأنه وجبة إفطار أمير المؤمنين، صائم النهار قائم الليل، قال يا أبا الحسن سمعتم الرسول الله صلى الله عليه وآله كأنه يقول من أفطر صائما كذا إلى آخره. جاء أمير المؤمنين سلام الله عليه، دخل إلى الدار، وجد صبيا في صحن الدار، نظر إليه أمير المؤمنين فابتسم، فقال بني أسألك سؤال؟ قال سل يا أبا الحسن. قال من أجمل، داركم أم دار الخلافة؟ قال دارنا أجمل من دار الخلافة لأن جملها الخليفة، أين يصبح الخليفة في أي دار تكون جميلة. صح، وهذا كلام عالي المضامين، هذا كلام جدا راقي. دخل أمير المؤمنين، الرواية تقول تناول الطعام خرج، كان هناك خاتم في يد أمير المؤمنين، نظر أمير المؤمنين إلى هذا الصبي فوجده ينظر إلى الخاتم، قال بني أسألك سؤال؟ قال سل يا أبا الحسن، سل يا مولاي. قال له من الأجمل، الخاتم أم يدي؟ قال يا أبا الحسن إن الخاتم يجمل الأيادي ولكن يدك جملت الخاتم. قال هكذا يجب أن يربى الصبيان على حبنا. هذا فيما بعد أصبح من أنصار الحسين كما يقال. فهناك أهل البيت سلام الله عليهم يلفتون النظر إلى رعاية الصبيان والأطفال والشباب والفتية، ويضعون قواعد. يعني لو العالم الآن ينصف أهل البيت سلام الله عليهم ويأخذ منهم فقط فيما تكلموا فيه تربية الأطفال لانتهت كل مشاكل العالم بلا مجاملة. وهذه دعوة، من يريد أن يجرب فليتفضل. هذه مائدة أهل البيت في الجانب التربوي والجانب العقائدي، ما تكلموا أهل البيت لأحد، الكلام للشيعة كان بعنوان وصايا، ولكن في الجوانب التربوي والعقائدي إلى كل الناس، لأن هم حجج الله على كل خلق. شيخنا، مدح وثناء وتأثيرها على سلوك الطفل. طبعا هناك مساحات بين الناس، هناك مساحات نفسية بين الناس. مثلا عندما ندخل على حاكم ظالما كان أم عادلا، يعني تنتابنا الرهبة والخوف لوجود الأشكال والبناء والسيوف إلى آخره. هذه المساحات الطفل توجد عنده وإن كانت متفاوتة، يعني الطفل عنده مساحة مثلا طويلة بينه وبين المعلم، أقصر من هاي المساحة بينه وبين الأب، أقصر من هاي المسافة بينه وبين الأخ، أقصر مثلا بينه وبين الأخت، حتى تكون متلاشية بينه وبين الأم. كل ما طالت المساحة بين الطفل وبين من ينصحه، لأن الناصح للطفل أو المربي للطفل كما قلنا أكثر من واحد، الأب، الأم، المجتمع، المؤسسة الدينية، رجل الدين، المعلم، الأخ الكبير، الأخت إلى آخره. كلما قصرت المسافة كلما كمية الاستيعاب زادت، وكلما طالت المسافة وأصبحت بعيدة المسافة كلما كمية الاستيعاب ضعفت. فلذلك على الأم والأب كنصيحة يعني أن يعني يرفعوا هذه المساحات بين الطفل، والمساحات بين الأب والأم وبين الأبناء تكون بالمعاملة الطيبة، بتحمل مشاكلهم، بالحنو عليهم، بإعطائهم بعض الأشياء، بتوفير لهم. بعض الآباء يوفرون ولا يقصرون ويتعبون حتى يوفرون لقمة الطعام واللباس الجيد والدار الجيد، ولكن لا، ما عندهم أخلاق طيبة مع الأطفال. النبي صلى الله عليه وآله يقول الله الله بأساراكم، فيقول له يا رسول الله من الأسرى، من أسرنا؟ قال الزوجة والأطفال. هو أسير عندك، هو لا حول ولا قوة عندك، وما تعطيه أنت يأخذ. وكثير من الناس لا زالوا يتباهون بآبائهم، يفخرون بآبائهم. لماذا يفخر بأبيه؟ لأن هذه المساحة كانت قليلة. أحسنتم شيخنا. احنا نتكلم عن هذا البرنامج يكفي عن التربية الجنسية للطفل، متى
يبدأ الأب أو تبدأ الأم بالكلام مع الطفل بكلام. طبعا هذا يختلف يعني البلوغ الجنسي. نعم. يكون نعم. عنده مثلا عند البنت نعم. 9 سنوات او عند الطفل الولد الصبي 14 سنه او اقل 13 حسب الاجواء الموجوده حسب البيئه الموجوده. يعني المناطق الحاره يكون اسرع ومناطق نعم. البارده كيف يتم من اي سنه يكون وكيف؟ طبعا هذا يختلف باختلاف مجتمعي وليس اختلاف شرعي. مجتمعي ليس شرعي. نعم شرعا على الاب ان يلاحظ نمو الولد الذكر. هناك علامات مثلا للتكليف في عندما تنتهي السنة 14 للذكر وتبدأ السنة 15 للذكر مثلا يبدأ التكليف. بهذه الحجة وبهذا السبب ممكن أن الآب أو الأخ الكبير يتكلم مع هذا البالغ. كيف يتكلم؟ يتكلم معه ويعلمه بعنوان أن هذا نجس، بعنوان أنه هذا طاهر، بعنوان يحاول أن يجد بيئة للكلام باعتبار هذا الكلام فيه إحراجات وفيه حياء وفيه كذا. والأم أيضا هكذا عندما مثلا تسمع من بنتها أن هناك قطرة من الدم جاءت أو تكلفت مثلا بالتكاليف، من خلال التكاليف إذا كان الكلام يسبق التكاليف فيجب أن يقدم له مقدمات. أحيانا المتعارف أن الطفل هو الذي يسأل. يسأل الأب؟ الطفل لا يسأل الأب، لأن في مجتمعاتنا مع الأسف أي هو العلاقة مع الأم قوية. نحن مجتمع محافظ. نعم العلاقة مع الأم قوية أو من شدة الحياء لا يتكلم مع الأب، يتكلم مع الأم. ولكن نحن قلنا إذا كانت الأم مثقفة ترقب هذا الجانب وتتكلم مع أطفالها أو مع أبنائها بهذا الجانب بطريقة خفيفة الحياء، بطريقة خفيفة الظل، يعني بشكل القصة، يعني بشكل تروي عليهم ما جرى عليها. تقول للبنت أنا كنت في عمرك مع البنت ولكن مع الصبي. مع الصبي أيضا يعني الأم الصبي. تقدر تتكلم مع الصبي. نعم بهذا نعم الكلام لأنه نعم هو ولد شيخنا. نعم تستطيع. إذا كانت شدة الحياء عند الولد ولا يجيب فتحاول أن تحفز الأب عليه، تحرك الأب عليه. نحن قلنا الأم المحور، الأم تلعب دور جدا مهم في عالم يعني في عالم الأسرة جدا مهم. ودائما تجد مهما يعني مهما تكون درجة الأب من الحنو ومن الحنان مع ذلك تجد أن العائلة تميل إلى الأم. لماذا؟ لأن الأم تطعم. لا. الأم عادة تتستر على مشاكل الأطفال. الأم عادة لا ترى أن ابنها أذنب وإن كان مذنبا. بلي. لا تراه أنه أذنب. وحتى في بعض التقارير الطبية يقال أن الأم عندما تضرب الطفل لا يتأثر بدن الطفل مثل ما يضربه الأب. كأن الأب يعني يؤثر أكثر كأنه. بلي. حسب هذا التقرير. بلي. يكون قاسين أكثر. أحسنتم يعني. الأم كأنها حتى عندما تضرب مع الضربة هناك حنان وهناك رأفة. رأفة وكثير وأطوفة. من النساء تراها تضرب ابنها ثم تبكي. صح. ثم تبكي عليه ثم تعتذر من عنده. صح. ففي هذا الجانب يعني نحتاج إلى جهد. بلي. نحتاج إلى جهد كثير، يعني أكثر من محاولة، أكثر من يوم. يحاول الأب أن يأخذ ابنه مثلا إلى المسابح اللي بيها الاحتياطات الشرعية، يجلس بين وبين يداعبه، يقول له أنت تنظر إلى النساء، يقول له أنت أصبحت رجلا، يقول له كذا وشيئا فشيئا. أنا عندما كنت في عمرك هكذا صار معي، هكذا رأيت. بهذه الطريقة. وإلا في هذا الموضوع في هذا السؤال مشاكل كثيرة للموروثات القبلية، للموروثات الاجتماعية. المجتمع يحتم علينا أحيانا ويفرض علينا قوانين من الـ يعني من الموروثات ومن القواعد ألا نتكلم. نتكلم عليه. نعم. لأن البعض عنده ألم في بدنه وحرام أن يصبر على هذا الألم، يجب أن يذهب إلى الطبيب. بلي. ولكن الألم في مكان لا يستطيع أن يكشف عنه، كان يكون في العورة أو في مكان يتحمل الألم مما يوصل إلى الضرر. الفقهاء الآن يفتون. من إذا كان الإنسان مريضا ويستطيع أن يذهب إلى الطبيب، إذا ما يذهب حرام. حرام. فعل حراما. نعم. بما أنه المجتمع مع هذا تجد في مجتمعاتنا العربية وفي مجتمعاتنا المؤمنة هذا يعني هذا الأخلاق. فلذلك ينبغي ويجب على الأب وعلى الأم أن يسعون
أن يذللوا هذه العقبات حتى هذا المراهق أو المكلف من ذكر أو أنثى حتى يأخذ طريقة شيئا وشيئا فشيئا، وهي في بداية الأمور صعبة. صعبة شيخنا. شيخنا، مساواة ما بين الأطفال، يعني دائما احنا نرى أو نشاهد بين الأطفال في العائلة مثلا هيك بالعامة نقول هذا الطفل أحسن من هذا الطفل، هذا أذكى من هذا، يعني ما نساوي بين الأطفال. طبعا هذا الميول النفسي أيضا يتبع على ثقافة الأب والأم، ولكن الظاهر يعني الظاهر من كلمات أهل البيت سلام الله عليهم على اعتبارهم هم المربون الحقيقيون، يعني التفرقة مذمومة بلي، ولكن هناك خصوصيات، يعني هناك عناية خاصة وفرق بين التمييز وبين التخصيص، يعني مثلا بين التمييز والتخصيص. أحسنت، مثلا يعني حتى أضرب مثال حتى يتوضح المطلب. مثلا أنا عندي 10 أبناء بلي، ولكن واحد من هؤلاء الأبناء مريض بلي بمرض خاص بعاهة كذا، أنا أحنو عليه أكثر من الباقين، فيجب أن لا أبين إلى الباقين أنه أقرب إلي منهم. أحسنت. ويتولد الحسد ويقع فيما وقعوا فيه أبناء آدم كما يقال أن الحسد. أحسنت. فيجب أن يخصص لهم خصوصيات خاصة ويفهمهم بهذه الخصوصيات. مشكور شيخنا، طيب الله أنفاسك شيخنا وأحسنتم. أحبة المشاهدين، ما لنا إلا أن نشكر سماحة الشيخ عباس المؤمن، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، ومع برنامج قرة الأعين، وإلى لقاءات أخرى، نستودعكم الله وفي أمان الله.